مأجورين إن شاء الله، مأجورين. هنيئا لكم هذه الليلة العظيمة المفجعة على شيعة أمير المؤمنين، وهذه الساعات من منتصف الليل توجهوا إلى الله. هذه ليلة القدر، قد تكون هذه الليلة هي ليلة قدرنا. كل واحد من عندنا يقدر هالليلة يتدخل في أن يجعل له قدراً وسنة مباركة بالتوسل إلى الله. توجهوا إلى القبلة بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى، بالدعاء، بالتوسل بأهل البيت. اليوم الباب مفتوح بين أيدينا. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي، وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي، وأتوب إليه. في هذه الليلة إلهي، ليلة استشهاد أمير المؤمنين، ليلة مصيبة زينب، مصيبة أبي عبد الله الحسين. يا الله، هذه الليلة جئنا إليك وبين يدينا مولانا أمير المؤمنين. يا الله يا إلهي، بنداء علي فزت ورب الكعبة. إلهي، بنداء جبرائيل تهدمت والله أركان الهدى. إلهنا، بشيبة أمير المؤمنين المخضبة بدمه، انظر إلينا نظرة الرحيم. كل ما واحد هذه الليلة يجتهد في العبادة، في البكاء، في التوجه، كل ما تقدر تتوجه ابتعد عن كل الدنيا، خلي بينك وبين رب العالمين. نتوجه إلى الله بقلوب صادقة الآن. إخواني أخواتي، الآن توجه وقول: إلهي، كل من أساء إلي أنا مسامحة، سامح الجميع، حتى إذا أساءوا إليك، حتى إذا أخطأوا وياك، حتى إذا سووا ما سووا، هذه الليلة سامحهم حتى رب العالمين يسامحنا أيضا. فإذا خلي نسامح الجميع بقلوب طيبة طاهرة. نتوجه إلى الله: اللهم أنت أرحم الراحمين، أنت ربنا ونحن عبيدك يا الله. فإذا للسجود، توجهوا إلى السجود. نقرأ مناجاة الخائفين للإمام زين العابدين. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، أتراك بعد الإيمان بك تعذبني، أم بعد حبي إياك تبعدني، أم مع رجائي برحمتك وصفحك تحرمني، أم مع استجارتي بعفوك تسلمني؟ حاشا لوجهك الكريم أن تخيبني، ليت شعري أل الشقاء ولدتني أمي، ليت شعري أل الشقاء ولدتني أمي، أم للعناء ربتني، فليتها لم تلدني ولم تربني، وليتني
علمت من أهل السعادة جعلتني وبقربك وجوارك خصصتني يا الله فتقر بذلك عيني وتطمئن له نفسي. إلهي هل تسود وجوها خر ساجدة لعظمتك أو تخرس ألسنة نطقت بالثناء على مجدك وجلالتك أو تطبع على قلوب انطوت على محبتك أو تصم أسماعا تلذذت بسماع ذكرك في إرادتك أو تغل كفا رفعتها الآمال إليك رجاء رأفتك يا الله أو تعاقب أبدانا عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك يا الله أو تعذب أرجلا سعت في عبادتك. إلهي لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى جميل رؤيتك. إلهي نفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك وضمير انعقد على مودتك كيف تحرقه بحرارة نيرانك يا الله. إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سقطك يا الله. إلهي سجدنا في هذه الليلة ليلة أمير المؤمنين أنت أرحم الراحمين أنت قلت عبادي أنت الذي قلت ادعوني أستجب لكم. إلهي أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار نجني برحمتك من عذاب النار وفضيحة العيار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالة الأحوال وهالة الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إلهي العاف 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 إله اطلب العفو من الله. إلهي العاف
إلهي العاف، إلهي العاف يا الله يا الله، إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعاف، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم. ارحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي. إلهي العاف، إلهي العاف يا الله، عاف إلهي العاف، إلهي يا الله يا الله، استجب إلهي العاف بكل توجه كل خشوع، أنت بين يدي الله، هنيئا لكم. العاف إلهي العفو، إله يا الله، واغفر لي ما خفي، يعني إلهي هنا وهنالك ذنوبا أنت سترت علي، ارتكبت معاصي أنت سترت علي، لا أبي لا أمي لا إخواني لا أهلي، لم يطلع عليها أحد إلا أنت يا الله، أنت سترت علي ذنوبي يا الله، واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وأدم لي به ما سترتني يا الله. تذكروا ساعة الموت شي يصير بنا، وارحمني صريعا على الفراش، تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل، يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقارباء وأطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي. يا الله يا أرحم الراحمين، ورحم في ذلك البيت الجديد غربتي، حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي، إن وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي، فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي، فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي، وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي، سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني يا الله. إلهي العاف، 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 إلهي العاف. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي، وأتوب إليه. أطلب حواجب.
الله يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله، توجهوا إلى الله، ضعوا المصاحف بين يديكم. يا الله، اللهم ارحمنا برحمتك يا الله، برحمتك ارحمنا يا أرحم الراحمين، يا دليل المتحيرين. يا الله، إلهي جئناك في هذه الساعة وبين أيدينا محمد وآل محمد، اللهم انظر إلينا نظرة الرحيم. إلهي قدر لنا الخير والعافية، اطلب من الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ادعو للمصابين، للمرضى، للجرحى، ادعو لتعجيل فرج الإمام، أن يعجل في فرج الإمام، وأن نكون من أنصاره وأعوانه، أن نكون من المرضيين عند إمام زماننا. يا صاحب الزمان، سيدي في مثل هذه الليالي توقع على ملفاتنا، سيدي انظر إلينا نظرة الرحيمة. أخطأنا، أذنبنا، ولكن سيدي يا صاحب الزمان، مولاي نحن شيعتك، نحن من محبيكم، نحن من مواليكم. سيدي مرت علينا محن وآلام، انظر إلينا نظرة الرحيمة في هذه اللحظات، في هذه الساعة من الليل. هالمؤمنين وهالمؤمنات وهالتوجه إلى الله، يا الله، أن يمن على الأمن والأمان على هذا البلد الطيب، على شيعة أمير المؤمنين، يرد كيد أعداء أهل البيت في نحورهم، وينتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة. افتحوا المصاحف، خلوها أمام وجوهكم، مو على رؤوسكم، أمام وجهك، بارك الله فيك. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه، وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى، أن تجعلني من عتقائك من النار. اطلبوا حوائجكم إلى الله. ضعوا المصاحف على رؤوسكم. يا الله، بكل توجه إخواني، لما تقول بك يا الله، يعني أقسمك يا الله. لما تقول بمحمد يعني إلهي أقسم عليك برسول الله. يكون تلفظنا لأسماء الأئمة والمعصومين بكل عناية، بكل توجه. ضعوا المصاحف على رؤوسكم، اقرأوا معي هذا الدعاء. اللهم بحق هذا القرآن، وبحق من أرسلته به، وبحق كل مؤمن مدحته فيه، وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، 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 بك يا الله يا أرحم الراحمين. في الحديث القدسي من قال سبع مرات
يا أرحم الراحمين. الله يقول عبدي اطلب حاجتك أجبتك. يا الله وضعنا هذه المصاحف كتابك المنزل وضعناه على رؤوسنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم يا الله يا أرحم يا أرحم يا الله يا أرحم يا أرحم يا أرحم الراحمين. يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله يا خير خلق الله يا حبيب الله. عظم الله لك الأجر يا رسول الله بأمير المؤمنين. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا إنا توجهنا وستشفعنا وتوجه جميعا وقدمناك بين يدي يا رسول الله يا وجيها يا رسول الله اشفع لنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها يا حبيب الله اشفع لنا. يا الله يا أرحم الراحمين بحق رسولك الكريم. يا الله إلهنا بمحمد 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 صلى الله عليه وآله. يا أمير المؤمنين يا علي نادي عليا مظهرا العجائب تجده عونا كل هم وغم سينجلي بولايتك. ويا علي يا عيدها بعد نادي عليا مظهرا تجده عونا لك فين كل هم وغم بولايتك. يا علي يا
أمير المؤمنين، هذه ليلة مصيبتك، فاجعة كبيرة ضجت الدنيا، ضجت الكوفة، ضجت الملائكة بمصاب أمير المؤمنين. يا علي، شيعتك ينادونك في هذه اللحظة، يقدمونك بين يدي الله. يا علي، يا أمير المؤمنين، يا أمير النحل، يا يعسوب الدين، يا مولى الموحدين، يا مولانا، يا أمير المؤمنين، نظر إلينا في هذه الساعة يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، يا علي ابن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا وما إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها يا علي، يا أمير المؤمنين، عند الله يا وجيهان، عند الله اشفع لنا. إلهنا، بعلي 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 عليه السلام. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة، السلام على المكسورة ضلعا، السلام عليك يا مولاتي يا بنت رسول الله. جاءت إلى علي قالت: يا أبا الحسن، يا علي، أوصيك بوصايا. قال لها أمير المؤمنين: يا فاطمة، من أين عرفت أن الوفاة دنت إليك؟ قالت: يا علي، رأيت في عالم الرؤيا أبي رسول الله. قال: بني فاطمة، إنا مشتاقون إليك، وأنا وعمك حمزة ألقى بنفسي أمير المؤمنين. ويلي ويلي وحين حضرتها المنية، قرب لي الوصب وقت الوصية، تقل قرب يا بعد الروح لي، قرب لي ومن عين الدمع خيار، يقل الهدق الليل جتهيسين مرتي جبدتي يا ام حسن وحسين، تقلب وكد غسلي يا ابو الحسنين، اريد اللي تشوف عليه تصبر، شي شوف يا فاطمه وانا طار لا غسلتني، اريدك لا تجس ظل عيومتني. شنو سووا يا مولاتي يا فاطمه؟ ويلي كانها تقول الامير المؤمنين، تقول يا مر على عبد ضربني، يا مر على
عبده ضربني ومن ضربته للقاع ذبني ويلي ويلي لانكسر قلبه ولا رحمني. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا يا توجهنا واستشفقنا وتوسلنا يا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا يا وجيهتان اشفعي لنا يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا يا مولاتي يا فاطمة الزهراء سيدتي نظر إلينا إلهنا بفاطمة علي السلام إلى البقيع يا موالين. هل ذهبتم إلى المدينة؟ رحت إلى تلك القبور المهدمة هدموها سيدي أيها الإمام الحسن روحي فداك سيدي أي المصائب جرت عليكم مع بني أمية ماذا صنعوا بكم الآن قبوركم مهدمة يا مؤمنين ما يعجبكم هالليل ناخذ الشمعة نعلقها عند قبر الإمام الحسن هذا كريم وأهل البيت هذا غريب وأهل البيت يا مولاي سيدي أيها الإمام الحسن لك مكان عند أمك فاطمة أنت غريب والغريب له مكان خاص يا أبا محمد يا حسن ابن علي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي يا وجيها عند يا مولاي اشفع لنا يا وجيها عند اشفع لنا مولا يا وجيها عند اشفع لنا يا عند إلهنا بالحسن 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 بالحسن
بالحسن بالحسن بالحسن عليه السلام. يا أبا عبد الله يا غريب كربلاء حسين، وين الحسيني؟ وين الحسيني؟ حسين يا حسين، روحي فداك أبا عبد الله. حسين وين الحسيني؟ وين معشوقك الحسين؟ حسين أروح فدوة هالأصوات هذه. حسين لما وصلت القافلة إلى كربلاء قافلة السبايا، نظر جابر قال له عطية العوف يا جابر، قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين مع أخواته وعماته. يقول جابر أخذ بيده عطية العوف أوصله إلى ركب الإمام زين العابدين، ألقى بنفسه على الإمام قال سيدي عظم الله لك الأجر. قال أنت جابر؟ قال بلى أنا جابر. قال يا جابر ها هنا قتلت أطفالنا، يا جابر ها هنا سبيت نساؤنا، يا جابر ها هنا قتل أبو عبد الله. يا جابر ما تدري ايش صار بينا ابونا انقتل واحنا نسبيان. وإذا بمولاتي العقيلة زينب على المحمل، التفتت إلى الإمام زين العابدين، يا ابن أخي أين قبر أخي الحسين؟ مشتاق لأخويا من زمان ما شفته. وإذا بالإمام زين العابدين قال عمه هذا قبر أبي الحسين. ألقت بنفسها من على الناقة احتضنت قبر الحسين منادية وأخاه، وحسينا يا اتقل اخويا نجيتك وجبت الراس وياي، انا جيتك وجبت الراس وياي، ومن اليسر كانت بيت الواي. أبا عبد الله أني خجلانة من عندك، ليش خجلانة يا زينب؟ لأني تركت رقية بالشام. أخويا أخويا إيش يقول اللي يناشدني من الناس؟ أخواج حسين ويانا ويانا عباس، أقول حسين ظل جثة بلا راس، وعباس النفل قطعة ويمين. يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد، يا أبا عبد الله بمكانتك عند الله، يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند اشفع لنا عند يا وجيهان عند اشفع لنا. يا أبا عبد الله يا وجيهان عند اشفع لنا
يا الله إلهنا بحرمة أبي عبد الله الحسين، إلهنا بالحسين 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 عليه السلام، إلهنا بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بن الحسين بعلي بعلي بن الحسين عليهما السلام، إلهنا بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد بن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي بمحمد ابن بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي عليهما السلام، إلهنا بجعفر ابن محمد 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 عليهما السلام، يا موسى ابن جعفر يا باب الحوائج إلى الله يا مولاي، انظر إلينا في هذه العشية نظرة الرحيم. اللي موجودين إلهي كلهم عندهم حوائج، وهذا موسى ابن جعفر باب الحوائج إلى الله. يا الله يا موسى ابن جعفر نظر إلينا مولاي، إلهنا بموسى ابن جعفر 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 عليهما السلام، يا الله يا علي ابن موسى الرضا، يا أنيس النفوس ويا شمس الشموس، أيها المدفون بأرض طوس، أيها الإمام الرؤوف، دخيلك يا علي بن موسى الرضا. نظر إلينا مولاي في هذه الليلة أيها السلطان، إلهنا بعلي بن موسى بعلي بن موسى هنيئا لكم بعلي بن موسى بعلي ابن موسى بعلي يا الله بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى بعلي ابن موسى عليهما السلام، إلهنا بحق جواد الأئمة باب المراد إلى الله، مولاي محمد الجواد، إلهنا بمحمد ابن علي بمحمد ابن علي
بمحمد ابن علي، 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 بمحمد ابن علي عليهما السلام. إلهنا بعلي ابن محمد، 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 بعلي ابن محمد عليهما السلام. إلهنا بالحسن ابن علي، 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 بالحسن ابن علي عليهما السلام. يا صاحب الزمان، يا مولاي العجل العجل العجل، الساعة الساعة الساعة، الفرج الفرج الفرج، يا مولانا يا صاحب الزمان، أدركني أدركني أدركني، الغوث الغوث الغوث، يا الله يا مولاي يا مؤمنين، إمام زمانكم في هذه الليلة يمضي على سنة كاملة من أعماركم، اطلبوا الله، توسلوا بإمام زمانكم أن يجعل هذه السنة سنة أمن وأمان وخير وبركة، يكون فيها فرج مولانا صاحب الزمان، أن يمن على هذا البلاد بالأمن والأمان، أن يدفع كل سوء عن هذه البلاد وعن شيعة أمير المؤمنين وعن العتبات المقدسة أعداء أهل البيت. اسألوا الإمام أن يرد كيدهم في نحرهم، أن نكون من المرضيين عنده، أن يحسن عواقب أمرنا، يسهل أمورنا. كل من له هم وغم له حاجة بحق هذه الليلة، يا مولاي يا صاحب الزمان، انظر إلينا نظرة رحيمة يا مؤمنين. ذلك الرجل نظر إلى الإمام، قال له الإمام: قل لشيعتي أن يدعوا لي بتعجيل الفرج، أن يدعوا لي بتعجيل الفرج، اللهم عجل لوليك 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 الفرج. يا صاحب الزمان، سيدي يا أبا صالح، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا يا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجة، يا صاحب الزمان، يا وجيها،
صاحب الزمان، يا مولاي يا وجيها عند ايش فعلنا عند يا ابا صالح يا وجيها اشفع لنا عند الله يا مولاي يا صاحب الزمان. سيدي انظر إلينا، نحن برعايتك، نحن تحت أياديك سيدي، نظر إلينا في هذه الليلة يا صاحب الزمان. دخيلك مولاي أقسم عليك بأمك فاطمة بضلعها المكسورة أن تنظر إلينا نظر مولاي هذه الليلة يا الله. إلهنا بالحجة 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 عجل الله تعالى فرجه الشريف. اطلبوا حوائجكم إلى الله، استغلوا هذه الفرصة، هذه الفرصة يا مؤمنين، هذه لحظات لا تعوض، استغلوا هذه الفرصة. شنو عندكم حاجات اطلبوها الآن من الله؟ وخلينا 14 معصوم هو الواسطة بيننا وبين الله. يا الله ادعوا للجميع، ادعوا ذول الجرحى المصابين اللي بالمستشفيات اللي ما يقدرون يجون بالبيوت، ادعوا للجميع اللي ما عندهم ذرية، اللي عندهم هام، اللي عندهم غام، اللي عندهم مرضى، ادعوا للجميع ان يفرج عن الجميع. شبابنا وبناتنا الله يحفظهم من كل سوء ان شاء الله، ينور قلبهم بالإيمان والهداية والتقوى ان نكون مرضيين عند الإمام الحجة. اطلبوا حوائجكم الى الله. اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض ووسعت وإليك يا رب المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد الذين أمرتنا بطاعتهم، وعجل اللهم فرجهم بقائمهم، وأظهر إعزازه يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي. اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث الغاث الساعة الساعة الساعة. أدركني أدركني العجل 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 ب
برحمتك يا أرحم الراحمين، يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. يا الله، نقرأ هذه الآية الكريمة لقضاء الحوائج. الآن وقت الاستفادة من كل المجلس. الآن ساعات استجابة الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يا الله، أما أمن يجيب يا الله يا الله يا الله، أمن يجيب يا مجيب المضطر ويا كاشف السوء. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم أرض إمام زماننا عنا يا الله، وفقنا لنيل رضاه، أقض حوائج المحتاجين، اشف مرضانا والمصابين والجرحى يا الله، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم أعداء أهل البيت رد كيدهم في نحورهم يا الله. شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا من عليهم بالأمن والأمان والنصر يا الله. من له هم وغم، اللهم فرج عن همهم وغمهم يا الله. اللهم احينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا وفي كل، وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان، وإلى شهدائنا سيما شهداء جامع الإمام الصادق، إلى أمواتكم جميعا. الفاتحة مع الصلوات.